إلى يوم غد تأجل تنفيذ صفقة تبادل الرهائن مقابل الأسرى بين حماس وإسرائيل بعد أن كانت مقررة اليوم. وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هينجبي أن عملية الإفراج المقررة عن 50 أسيرا محتجزين في غزة إلى جانب 150 سجينا فلسطينيا ووقف القتال قد تأجلت إلى يوم واحد على الأقل، فيما أرجع مسؤولون أمريكيون وإقليميون الأسباب إلى إشكالية تتعلق بقائمة الأسماء التي قدمتها حماس إلى المسؤولين الإسرائيليين. وفي تصريحات لشبكة CNN أكد مسؤول أمريكي أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتسوية تفاصيل لوجستية دقيقة على غرار مواقع وطرق نقل الأسرى لإتمام صفقة التبادل، فيما أوضح مسؤولون مصريون كبار بأن حماس لم تسلم قائمة مفصلة بالمجموعة الأولى من الأسرى المقرر إطلاق سراحهم، كما لم توقع رسميا على آلية كيفية سير العملية. هذا ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن أحد المسؤولين بأن الاتفاق قد يحتاج لوثيقة موقعة من الطرفين ليدخل حيز التنفيذ. أعلنت الخارجية القطرية أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل سيتم خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن محادثات تنفيذ الصفقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة وتسير بشكل إيجابي. وأكدت الدوحة أن العمل مع القاهرة وواشنطن مستمر لضمان سرعة البدء بالهدنة وضمان الالتزام بالاتفاق.